احتفى المواطنون والمقيمون يوم أمس بليلة القرقعون في مختلف مناطق مملكة البحرين، وهي فعالية تراثية يشارك بها الصغار والكبار في منتصف شهر رمضان المبارك. نعم عزيزة، أبرز ما يميز ليلة القرقعون هو تجمع الأسر البحرينية وتوزيع الحلوى والاستماع إلى أهازيج الفرق الشعبية. هذه الكلمات تتردد على مسامعنا كل عام في ليلة اكتمل فيها قمر منتصف الشهر المبارك. تمايل الأطفال طربا مرددين أهزوجة القرقعون، فهذه الأجواء التي تحييها الفرق الشعبية في البيوت البحرينية ينتظرها الكبار قبل الصغار ليتذكروا تفاصيل ذلك الماضي الجميل. بالنسبة عن ليلة القرقعون، في كل سنة من شهر رمضان في نص الشهر تقريبا احنا نقوم بالتراث او الفلكلور. طبعا جميع فرق البحرين والدور الشعبية نحيي هذا الموروث اللي احنا وراثناه، استخدام يعني طبولنا وطيراننا والفريسه، وهو تشجيعا حق الاطفال علشان انهم يكملون صيامهم وتكريم لهم عشان انهم يوصلون في الصيام. عندنا جدنا القرقعون ونحتفل بالقرقعون كل سنه، الوالده تفتح البيت حق الاهل حق الربع حق الفريق كله، وطبعا نحرص ان احنا نعلم عيالنا على القرقعون على عاداتنا وتقاليدنا، طبعا بوجود الفرقه بوجود الفريسه نحيي القرقعون، والحمد لله يعني على هاي الجمعة كل سنة إن شاء الله نحرص إن تكون معنا الفريسة يعني بالرقصة اللي نسويها لنا الفريسة، طبعا العيال وإحنا وكلنا طبعا نستانس مع وجود الفرقة مع وجود الفريسة، يعني هالشيء ضروري يكون موجود في القرقعون. ببساطة وعفوية يستشعر أطفال البحرين روعة الموروث الشعبي وأجواء ليلة القرقعون التي ينتظرونها بشغف كبير للحصول على الحلويات والمكسرات. القرقعون عادة قديمة يسوونها حق اليهالي تصوموا ل 15 رمضان عشان يستانسون ويكملون ال 15 الباقي، وعادة حلوة تخلينا نتجمع كلنا مع بعض ونحس بأجواء عائلية أكثر ونقدر نتذكر أيام زمان. القرقعون إن شاء الله يعود علينا كل سنة. القرقعون من عاداتنا التراثية. اليوم أحلى يوم في حياتي لأن وزعوا لنا القرقعون وغنينا مع رقصنا وغنينا وعطونا وايد قرقعون حلوة، وأحلى يوم في حياتي. الفريسة تتربع على عرش المتعة في هذه الليلة، فكل بيت في البحرين يفتح أبوابه ليستقبل الأطفال على نغم الطبول ورقصة الفريسة ومرح الأطفال مع الفرق الشعبية ليقضوا أوقات مسلية في ليلة مضيئة تمر علينا كلمح البصر نسعد بها على أمل أن نعيش تفاصيلها مجددا عاما بعد عام. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.